الأولياء الصالحين سواء كانوا من الأنبياء أو من غير الأنبياء، والله الذي لا إله إلا هو، إنهم لا يملكون لأنفسهم، نعم لأنفسهم، لا يملكون نفعا ولا ضرا. بالله عليكم، الذي لا يملك لنفسه النفع والضر أو يملكه لغيره، إن هذا لا يمكن أن يكون. وهذا سيد الأولياء وإمام الأتقياء، حبيب رب العالمين وخليله صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، لا يملك لنا ضرا ولا رشدا، صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا يخبر الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بالله عليكم نسمع كلام أعداء الله، والله الذي لا إله إلا هو، إني أعني هذه الكلمة بكل ما تحمله من معنى، إي والله الذي لا إله إلا هو، إنهم أعداء الله. هذا الشهرودي الذي يقول: لا يخفى علينا أنه عليه السلام، يعني المهدي، لا يخفى علينا أنه عليه السلام وإن كان مخفيا عن الأنام ومحجوبا عنهم ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه، إلا أن ذلك لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتجئ إليه الذي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب. أهذا يقال لغير الله؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يكن هذا من الشرك فليس في الدنيا شرك، هذا والله عين الشرك، اضطرار، استغاثة، لجوء إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم يؤكد هذه القضية فيقول الشهرودي: فإن إغاثة الملهوف وإجابة المضطر في تلك الأحوال فعند الشدة وانقطاع الأسباب عن المخلوقين وعدم الصبر على البلايا دنيوية كانت أو أخروية أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن يستغيثون به ويلتجئون إليه. أتدرون من؟ إنهم المشركون، والله الذي لا إله إلا هو، من يفعل ذلك فهو مشرك، فهو كافر بالله العظيم. أو يلتجئ الناس إلى غير الله أو يستغيثون بغير الله تبارك وتعالى؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، سبحانه وتعالى، ثم أنتم تشركون. الله جل هو الذي ينجي، لا المهدي ولا علي ولا غيره من أولياء الله تبارك وتعالى. أو يقارن توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته واللجوء إليه، أو يقارن هذا بمن يقول نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب؟ أو لا يقال لكم نادي الله؟ وأيوب إذ نادى ربه؟ أو لا تقرؤون القرآن؟ أو ليست لكم عقول؟ كيف بالله عليكم نترك رب العزة تبارك وتعالى ونلتجئ إلى غيره؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا لهو عين السفه، هذا عين السفه، أن نترك الله تبارك وتعالى وندعو غيره جل وعلا.